كرة ثابتة على طول البارسا، هل يسجل؟ يسجل هنا في هذه اللقطة وفي هذه المحاولة الرائعة. باكو ألكاسير سجل في مرمى مرسيا في لقائي الكاس هدف في كل مباراة، وسجل في مرمى إشبيلية لأول مرة في دوري الأمريكا منذ لحظات. وادي أمامنا تمريرة وانطلاقة، بص ميسي عمل كورة لدينيس سواريز، وهذه المرة جيريمي ماتيو والنيران الصديقة، الهدف الثاني لماتيو، ولكن ليس بألوان البارسا لأن ماتيو يبدو اختلطت عليه الألوان، ويبدو أن الهدف من نيران الصديقة يأتي هنا في مرمى في الدقيقة الأولى من وقت مضى.